مريض ايش قد عمره؟ ما عمره ما ب 24 سنه. بروستات وين وجعك؟ صورت تدريبا طلع عندك بروستات. أنا مستفيد هنا بالمركز الأطراف الصناعية بالرقة. أنا صوت من 2015 صار لي شيء بعد 4 سنين والله تعاني ركبت الطرف. الحمد لله ركبت الطرف وأشتغل كل شغلة وأمور زينة. طبعا الولد هنا ما قصروا من ذيك السنة، انطونا عكازات انطونا كرسي انطونا ما يقصرون يعني جميع طبعا أنا أشتغل والله إنه أعمال حرة يوميات. ما باطون شغلات الحمد لله يعني مرة كنت طرف الأمور حيل زينة. وين أبو سليمان؟ أنا أشكر إدارة المشفى الوطني من كل قلبي، شكر أطباء وممرضين ومستخدمين جميعا بأكملهم كنظافة كخدمة كعناية كدكاترة. عملية قسم وملتهبة حولوني لي هنا دكتور عمار رزاق الخير انت وياه، وعم اخذ لزومي باكمل وجه، نظافه، احترام، تقدير، ما بي اي تقصير إن كان، وجزاهم الله الف خير والله وقايمين بواجبهم باكمل وجه، بدون ما المريض يسولف ولا يروح ولا يجي، كل 5 دقائق يروح ويجي الممرض يشوف السيروب واقف مو واقف كذا، شايف عليك؟ هذا عاد على الدكتور يومين صباحا ومساء يجي يشكرون ما بي كذا. الله يجزاهم الخير والله خدمة يعني أعجز آني كشخص مو لا نفاق ولا العام رحت على حلب تعالت قلت الحلب ظنها على حلب هناك إنسان قصدي هناك وراي قال يا أم اللي أختار قال لي كلب الجلسة مليونين بالخاص بالوطني استلم دوس 10-15 يوم الله أعلم من شايف أركب في نهار وزي هرجع على جلستي الحمد لله يعني كل شيء متوفى ومرتاحين الحمد لله على أجرها تكاس هل في